قال لي انا امي معميه وبغينا الزيت تموت ودار سميت وخداها تهرس الزيت في ظهري وكان قريب ما سقطتش باقي صغير وتهرس ليا. اللي وقع لك لالا؟ انا كنت مربي واحد الوليد من نهار ما تبكيش لالا ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش باش المحسنين يسمعوا النداء ديالك مزيان باش يعاونوك ان شاء الله. ملي ربيت اخويا في السلطان ندرك كلوطي كنت مكبره كلشي كيعرفني هنايا تمحنت عليه وتمرت عليه ونقشت على قبله الليالي والنهار زيت السبيطارات تهرس الزيت في ظهري وكان قريب ما سقطتش باقي صغير وتهرس ليا عاود كبر ولات عنده 25 عام وتهرس ثاني من رجل ودرت ليه الشفيه ثاني وتمحنت عليه وربي جا منينا الله ينصر سيدنا ويخلي لينا وطيت حياته. جا صيفط لي واحد الكريمه مع واحد السيد تنعرفو قلت لي وليدي سير كتب انا ما كنعطر بكتب وما عندي راه فيه الثقه عنده 25 عام قلت لي وليدي سير كتبها سير كتبها مشى كتبها هو المقدم قال لي انا امي معميه وبغينا الزيت تموت ودار سميت وخداها ما عليناش بقى هزني وشداني طل داني طل المستقبل ودفعنا في واحد الدار وبقينا باركين فيها وهو ما عنده ما دار دوك السيديات عطيتو الفلوس دار السيديات دوك السيديات يلا كيكسرك تعرف الدراري يلا يكسر راسو يلا يصبط راسو. انا اللي منطت انا قال لي بغيتي اللي عاونك دبر على بنت دبرت على بنت صاحبتي الله عمرها دار وجدتها وملي جدتها بركت معنا شحال وانا كنصير ولد الولد الاول انا اللي درت الرفيسه انا اللي هزيته بقفته راه يتقلدني وراه ربي فوق مني والبنت الثانيه ثاني انا اللي درت الرفيسه تعذبت عليه مزيان وقلت انا خليه يكبر شويه بدا كيكبر شويه مشى ولا سمسار ومن السمسار ثاني بدا شويه بشويه كيطلع دار السياره التعليم دار الاولى ثاني ديال باش كيكريو الطوموبيلات شويه ثاني هو يدير السياره التعليم ديالو ثاني بوحدو شويه هو يدير ثاني التكوين حتى هو عنده التكوين حتى هو يدن عنده ربعه عنده وحده ديال البيرو ديال الديور كيكري الديور والاخرى سياره تعليم اخرى تكوين اخرى تيكري الطوموبيلات ثلاثه وبقى هكاك ملي ولا هكاك مسكراني واحد شراني قال لك شرا دار قال دفع فيها الله يعلم 120 مليون فيها الفوق فيها بحال كبيره بزاف سكنينا في لاكاب مع ولادو والله ما كنخرج يا ربي انا كنت كنخرج الله لقيا ليا ما كنخرج مثل الزرقاء اللي خرجت يقول لي الدري اللي ما تخليها تجيب من دراسة بقى من الصغار ومشت لها انا ونصيفطها من دراسة انا وما خدامة ما علينا ما بينا حتى المرأة حتى شوية بغا يتطلق مرتو قلت لي علاش طلقتيها قال لي بغا يسنى نطلقها قلت لي ما دارت لك والو قال لي ما دارت لي والو حتى انت غتبعيها ما عرفتش شنو ما دارت لي حتى حاجة حرس الوليدات وانا كنسمع بودني قال لهم الا جات امكم عندكم قول لهم ما عنديش ماما ماما ماتت شويه مشات عنقات الدري ويقول لي قالت لي واخا ما قال لك ماما ماتت امكم امي ما جات ليكم قال لي امي ما دارت لينا والو ولكن وكلت بابا واش انا غنوكل ولدي كلتو قلت لي شكون صير هذا انا تعذبت ويقول لي خرجي تبعيها علاش تهمها وقال لي راه تنتي عارفه كل شيء تزيد خرجي وانا راه تقليد عليا هاد المراه راه ما دايره والو قال لي وليدات وتسد عليها راه ما والو ديما كنحلف على قبل راه ما دايره والو مازال هي عندها الدليل ديالو هو مصور مع البنات عندها الدليل ويقول لي خرجي قال لي لا وليدي ما نخرج فين غنخرج انت وليدي قال لي كان عزيز عليا ما نقدر نخرج فين قال لي قلت لك خرجي خليني نعيش حياتي
حس انا السبب بنت صاحبتي انا اللي خديتها لي انا السبب. هو عنده 25 وهي عندها 17 عام ولا 18 عام. انا السبب نكملك. يا هذه قال لي خرجي ملي بركت الدار قال لي وجمعي جمعي غنمشيو نكريو جمعت حويجاتي ودرت قال لي واش كاين غتزيد الحوايج غتمشي بحالك غنكري لك. قلت له تكري لي وتخليني وتزيد بحال دابا الحطرشتيني درا تكري لي وتخليني وتزيد. قال لي ما بغيتيش وغداك. قلت له واخا واخا كري لي يلاه كري لي. زيت واحد السويق مشيت عند صاحبتي بركت عندها تعيطوا عليا قال لي زيدي راه لاح لك حوايجك الزنقه وخلا لك 30000 ريال هي خلاها لك باش تكري. قلت لهم باش نكري 30000 ريال غتكري ليا صافي. هي فاش عيطوا لي بركت في الزنقه تعيطوا لي هذيك من تما ملي عيطوا لي دواملي وهي تشوفني هذيك المراه كتعرفني وهي تقول لي يلاه سيدي مسعود. مشيت لسيدي مسعود ما باق ديك الساعه لا باقي ما مشيت لسيدي مسعود. قالت لي يلاه تمشي عندي. قلت لها لا ما نقدرش خصني نبرك لي هنايا نبرك لي هنا شويه. هو يضرب شفت الظلام قريب وداك الشيء وانا نشد واحد ديك الهوندا من هذيك 30000 اللي عطاني شديت الهوندا وطلعت لسيدي مسعود تما القبوره وبركت. ملي بقيت باركه راه جابت لي مع تدك واحد البنت جابتها عيطت لها جابتها ليا وهي تقول لي جي طلعي للدار عندي. هي فاش بركت عندها عيطت عندها وبركت عندها حتى تدعى لي وزرع لي من عندهم. هذا هو هذا الشيء اللي كاين.